صاروخ يوقفه وهو في طريقه للعمل ويعيده لذويه جثة هامدة. سعيد الزمري في مدينة التربة كالكثيرين من مواطني تعز الذين لا ذنب لهم إلا أنهم من ساكنيها. طبعا في لا علاقة بحرب ولا بأي مكان، رايح أشتغل عن الأعمال طلب الرزق، وهي بعيد من الحرب فجاءت صاروخ تقعله. تواصل الميليشيا انتقامها من المدنيين وتقصف الأحياء السكنية هنا من أماكن تمركزها في مديرية حيفان بعد التقدم الكبير الذي أحرزته المقاومة في عدة جبهات في تعز، أبرزها تأمينها لطريق الضباب المؤدي لمدينة التربة. التربة تعتبر مركز إسناد خلفي مهم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أمر يجعل الميليشيا تستميت في إحراز أي تقدم فيها حتى لو كان بقصف الأحياء السكنية، خاصة أنها تحولت إلى مركز لتجمع السكان والفرق الطبية والصحية النازحة بفعل الحرب في المدينة. باقي المناطق في تعز من الشرق والغرب في المدينة والريف كلها تشهد قصفا متقطعا ومستمرا، فحرب الميليشيا التي طال أمدها طال معها نطاقها فلم يستثني خرابها أحداً.